هكذا بدا المشهد في مساءات المكلا والشح، كبرى مدن ساحل حضرموت خلال اليومين الماضيين. وحال المشهد في ساعات النهار لا يختلف كثيرا في تفاصيله عنها، فالغضب هو ذاته والمعاناة هي ذاتها، وإن كانت تتفاقم في النهار أكثر جراء ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدلات انقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة في اليوم بعد نفاذ مخزون محطات إنتاج الطاقة من الوقود. السلطات المحلية بالمحافظة وفي مسعى منها لاحتواء الأزمة قالت إنها أجرت تفاهمات سريعة مع الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لحل الأزمة، تفاهمات أفضت بحسب ما جاء به الإعلام الرسمي إلى إصدار رئيس الحكومة توجيهات لشركة مصافي عدن لإرسال كميات عاجلة من وقود المازوت والديزل عبر جسر بري لكهرباء المكلا. تلحقها شحنة أخرى تقدر ب3500 طن متري من مادة المازوت بحرا، يتوقع أن تصل لميناء المكلا خلال مدة أقصاها يومان. بيد أن هذه الإجراءات وإن بدت شكلا من أشكال معالجة الأزمة، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أنها تدبير مؤقت قد لا تستمر فعاليته لأكثر من 10 أيام كحد أعلى قبل أن تعود الأزمة لتتكرر مرة أخرى، طالما وأن لا حلولا مستدامة تلوح بالأفق في ظل عجز السلطات المحلية عن سداد فواتير استيراد وقود الكهرباء واستمرار ما بات يصفه البعض بعدم جدية الحكومة في التنفيذ الدائم لالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء وتملصها منه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.